السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخواتي إخواني محبي ومتتبعي ومشجعي ومدعمي قناة فتي حسن تيرف، أخوكم فتي حسن. ليلة سعيدة، نهاركم مبروك وصباحكم مبروك، وكنتمنى أنكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير، تكونوا في صحة جيدة أنتم وذويكم. تحية لجميع إخواني أخواتي المغاربة داخل وخارج أرض الوطن، تحية لباريور العرب والأفارقة اللي كيدعمونا ويشجعونكم. جو باس لو ريميرسيومون أ تو لي باريور دي موند كي نوز أنكوراج. تحية وترحيب بالناس اللي ضافوا جداد للقناة، كنقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم وسط خواتاتكم وخوتكم في قناة الأصدقاء، قناة الأهل والأحباب، القناة اللي كنفوجو كنضحكو كنشطو فيها، القناة اللي كنوسيو فيها بعضنا ونصلو الرحم مع بعضنا، القناة اللي كنستافدو فيها معنويا وماديا. كنتمنى لأول مرة غيشوف القناة ديالنا يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس بالكل باش يوصلو منا كل جديد في حينه. من هذا المنبر كنحيي الأخوات والإخوان ديالنا المغاربة ديال الجالية المغربية اللي كيدعمونا وكيشجعونا، كنقول لكم شكرا على الدعم وشكرا على التشجيع وشكرا لكاع الناس اللي كتحبنا في الله وكتشجعنا وتدعمنا وكتبغي القناة تستمر وتزيد للأمام أينما حللتم وارتحلتم. غادي نرحب بالأخ ديالنا الوافد الجديد على لي زابوني، الناس ديال السعيدية، تحية الناس ديال السعيدية من هذا المنبر، وليس بوافد جديد بل كان عنده واحد الانقطاع ديال كورونا ودابا الحمد لله ورجع للقناة ديالو ورجع لابونمون من جديد، كيعاود يجدد فينا الثقة. كنقول لك شكرا أخي العزيز، شكرا 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 بزاف على الثقة، لأن كل ما كنتيش كتعرفنا مزيان ما كنتيش غتعاود تجدد فينا الثقة. حفظك الله وانت وجميع لي زابوني ديالنا، وكنشكركم على الثقة ديالكم وعلى الدعم ديالكم للقناة، وكذلك كنشكر كاع الناس اللي كدعمنا وجميع المتتبعين المشاهدين اللي كيدعمونا معنويا. ما تنساوش إخواني أخواتي، نتوما اللي كتشوفوا الفيديو دابا كنحييكم وكنقول لكم شجعوا القناة ديالكم، البصمة بالإعجاب والبارتاج قصد الاستمرارية باش القناة تزيد الأمام، وإذا كان ممكن ديروا لنا البارتاج للرابط لليان ديال القناة باش القناة إن شاء الله تزيد تعرف، وشكرا لكم. كنشكر الإخوان كذلك اللي كيتفاعلوا مع لي فيديو ديالنا وكيخليو لنا دي كومونتير كيحفزوا القناة وكيحفزوا فريق العمل ديال القناة، كنقول لكم شكرا لكم بزاف على الكلام الجميل. بون غادي ندوزو للمعلومات ديالنا ديال الكانتي ديال اليوم ديال لو 9/8/2022 اللي غادي يكون في دوفيل ريونيون ان كورس 8 سي دي بلا 1600 1600 متر سي تشين ليني دروات، والديبار غادي يكون كورد ادروات، من بعد غيديروا لا لين دروات كامله، دونك راه كتسمى اون ليني دروات. التيران غيكون غازون ماشي بحال البارح كان الارب كان الربيع، اليوم كاين لو غازون، دوفيل معروفه بالغازون. سي لو سول ان شاء الله غادي يكون بون سوبل، ممكن يرجع لنا البون لان عندهم لو سولاي كما كنقولوا ان طون اون سولايي. بالنسبه للانديس بينيتروميتريك غادي يقدر يكون 3.2، يعني ما كاينش الغيس عادي التيران، كاين 16 ديال لي بارتون غيبقاو 15 سايز بارتون، لو 9 اي ديكلاري نون بارتون دونك 15 بارتون. الديبار ان شاء الله غيكون 17 5 د العشيه بالتوقيت ديال المغرب الغزال، الجميل الزين الحبيب به بمواليه اللي كنتمنوا الله سبحانه وتعالى يحفظه وينجيه ويحفظ جميع المغاربه اينما حلوا وارتحلوا. بالنسبه للملاحظه الاولى كتقول لكم بان لا كورس غتكون تري ديفيسيل انديس دو ديفيكولتي 8،
يعني الكورس غتكون جد صعبة، مؤشر الصعوبة غيكون 8. الأخوات والإخوة اللي ضافوا جداد القناة غنعاودو نجدو بكم الترحيب، وكنقولو لكم ملي كيفوتنا المؤشر 8 الفوق أو لانديس 8 كنلعبو بالحيطة وبالحذر وبالذكاء ونحاولو نمينيميزيو. غادي ندوزو دابا ان شاء الله، غادي نمشيو لابواط نوار ديال لاشين. يلا الخوت اللي كيشوفنا في هذه اللحظه بصمم القناه، خويا حفظك الله ورعاك، بصمم القناه اختي حفظك الله ورعاك. بون غادي نمشيو دابا لابواط نوار ديال لاشين، لي كاتر نيميرو دو لابواط نوار دو لاشين، فاتحه سانتور بور لو ميم كانتي دو 9/8/2022 ا دوفيل اي كوم سوي 10 2 12 اي 8. الارقام الاربعه للعلبه السوداء الخاصه بقناه فاتحه سانتيف كالاتي 10 2 12 8. لي كاتر نيميرو دو لا بواط نوار 10 2 12 اي 8 10 2 12 8. الارقام الاربعه للعلبه السوداء. غادي نمشيو دابا ان شاء الله لا ديرنيير مينوت ديال لاشين، لا ديرنيير مينوت ديال لاشين لو نيميرو 12 رقم 12 لو شوفال اكومباني لو نيميرو 2 رقم 2. Les supplémentaires 5, 14. L'arqam idafiya 5, 14. La dernière minute, le numéro 12, raqam 12. Le cheval accompagné, le numéro 2, raqam juge, les supplémentaires 15 et 5 et 14. Arqam idafiya 5 14. غادي ندوزو دابا وغادي نمشيو لا سيليكسيون ديالنا ديال لاشين، لا سيليكسيون دو وي نيميرو. قبل ما ندوزو ليها، لي انتريسي بلابونمون تليفون هو كيدوز قبل في الشاشة قبلتكم، ما فيها بس غادي نعاودوه 06 69 65 53 12، 06 69 65 53 12. الله يجازيكم بخير الاخوان والاخوات، ما عرفناش شكون اللي كيعيط لنا بالنيميرو بريفي، راه ما كنجاوبوش على لو نيميرو بريفي، لي نيميرو بريفي ما كنجاوبوش عليهم. اللي بغانا يعيط علينا بالنمره ديالو، الله يجازيكم بخير، راه ما بقى حد دابا كيعيط بالبريفي، راه ما بقى حد الخوت كيعيط بالبريفي الا النيه ديالو سيئه. ولهذا الله يجازيكم بخير، اللي بغى يتصل بينا يتصل بالنمره ديالو باينه، وراه ما غاديش نجاوبوا اي واحد كيعيط بالبريفي حفظكم الله. وربما راه الاخ او الاخت اللي غي يسمع هاد الهضره هادي راه غيعرف راسو شكون. بون بور ابونمون 06 69 65 53 12. غادي نمشيو لا سيليكسيون ديالنا ديال لاشين، لا سيليكسيون دو وي نيميرو دو لاشين فاتحة سانتيف بور لو كانتي دو 9/8/2022 ا دوفيل اي كوم سوي 2 10 12 6 5 8 14 4. جو ريبيت لي وي نيميرو دو لاشين 2 10 12 6 5 8 14 et 4. الارقام 8 لخماسي
يومه 9/8/22 لقناة فاتحة سنتيوف كالآتي: 2 10 12 6 5 8 14 4. 2 10 12 6 5 8 14 4. Les chevaux surprises de la chaîne. Les chevaux surprises de la chaîne. Les numéros 1 et 11. الأرقام المفاجأة ديال القناة: 1 11. بالنسبة للرقم الصغير اللي كيكون تحت من لي سيربريز، لو بتي نيميرو، لو نيميرو 15، لو بتي نيميرو، لو نيميرو 15، الرقم الصغير رقم 15. الخوت ديالي والخواتات، كيف ما كنقول لكم دائما، حنا كنبحثوا وكنجتهدوا كنوصلوا لكم المعلومه بكل صدق وبكل امانه، حيث اصلا حنا كنبغيو كل شيء يربح، ما كنخلصوا حتى شي واحد من جيبنا. وكنتمنوا، حيت ما كنطلبوا منكم غير الدعم وتشجيع للقناه بالبصمه بالاعجاب وبالبارطاج باش القناه تستمر. زياده على هذا كنقول لكم دائما حاولوا ما امكن ما تثقوش 100% لا فينا حنا ولا في اي واحد اخر. دائما خذوا من عندنا وكملوا من عندكم، لان ربما تكون عندكم امور اللي ما عندناش حنا، توصلوا ليها نتوما نقدروا ما نتوصلوش ليها حنايا، ونقدروا امور كنتوصلوا ليها حنا ما تقدروش توصلوا ليها نتوما. دونك نقدروا نكونوا بعض الاحيان صائبين في داكشي اللي كنعطيو، لان يقدر يكون هذا الشيء هذا كيما عادي، وبعض الاحيان راه حنا كنخطئوا، او بالاحرى ماشي كنخطئوا، كتقدر تكون حتى هي عاوتاني اكسبري باش نتوما تجتهدوا وتكملوا من عندكم باش نكملوا بعضنا البعض. بون، غادي ندوزو دابا، غادي نمشيو ان شاء الله الملاحظة الأخيرة ديال القناة. ولا ميثود دي جور عطيناها ليكم ولا لا؟ بون، بالنسبة لا ميثود دي جور نوزا دوني دو نيميرو. لا ميثود دي جور نوزا دوني دو نيميرو. سي دو نيميرو سوا ان سوا دو سوا اوكان ا لاريفي سون كوم سوي: 1 اي 6. 1 et 6, soit 1, soit 2, soit aucun à l'arrivée. Tariqa al-Nahariya a donné deux chiffres. Ces deux chiffres sont 1-6. Donc 1-6, يجي 2, يجي 1, يا ما تشوفوا حتى 1 à l'arrivée. غادي ندوزو دابا، غادي نمشيو للملاحظة الأخيرة ديال القناة. الملاحظة الأخيرة ديال القناة كتقول لكم: ليس هناك أي شيء يذكر، rien à signaler. J'a suivi Régibo Lab. J'a toc ou la outsider en tête Régibo Lab. Toc ou la outsider f'tirsi Régibo Lab. Donc, ma kinsh بالنسبة للملاحظة الأخيرة rien à signaler. عندنا بعض النويطات غنتقاسموهم معكم، ربما يفيدكم في شي حاجة، لان حتى دوك النويطات كيف ما شفتو بحال البارح كانت السانك والطروه كان صادق، والسانك ما كانش صادق في الاقوال ديالو، لا ندري السبب. او ديروا الموند كورس اللي يقدر يغير المعطيات، لان دائما المجريات ديال الكورس هي اللي كتحكم. بون، غادي نمشيو دابا الملاحظه على الرقم 5.
الرقم خمسة نفس الملاحظة اللي كانت بالنسبة للخمسة ديال البارح، كيقول لكم مولاه العود ديالي غيكون سير لو بوديوم، الله يخلصه على قد نيته، كان صادق او كان خاطئ. غادي نمشيو ان شاء الله للرقم 8. الرقم 8 كيقول لكم هاد الكورس راه عندنا اوبجيكتيف والعود ديالي غيكون سير لو بوديوم، بصح كذوب الله اعلم. غادي نمشيو النويطة على الرقم 12. الرقم 12 كيقول لكم مولاه هاد الكورس هادي راه عندنا اوبجيكتيف. هدف نسيب ليا الله اعلم واش بصح ولا كذوب. غادي نمشيو للنويطة على الرقم 10. الرقم 10 كيقول لكم مولاه انا رانا تايق في العود ديالي. الربعة نويطة على الرقم 4 كيقول لكم مولاه انا عوال على العود ديالي جي كونت. نتمنوا ان هاد الناس هادو يكونوا صادقين، ولا كانوا صادقين راه يكون عندنا لاريفي غير في النويطات، ولكن الله اعلم دائما كتبقى المفاجآت. بون خوتي خواتاتي، تهلاو ليا فراسكم، الله يسر الامور للجميع، الله يجيب التيسير، الله يجيبها سمينه. بالنسبه كاين واحد الملاحظه، هو ان لي زونترينور اسويفر، اذا بغيت كاين بعض لي زونترينور اللي ممكن تابعوهم، العشرة والسبعة والثلاثاش لي زونترينور اسويفر، ربما يجي واحد فيهم.